المرافع عبد اللطيف محمد جمال رفيق على 162 صوت، وحصل المرشح الدكتور طه عصار على 99 صوت، والباطل منى سوار المجموع كل مبارك 269 مصوت، وبالتالي نعلن فوز السيد عبد اللطيف محمد جمال رشيد رئيس الجمهورية العراقية. شكرا للسيدات والسادة النواب على هذه الممارسة العظيمة الراقية، وشكرا لوجودكم جميعا، ايضا الكادر